خطيبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع ربنا جل في علاه. قال عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. فقال ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: من اراد ان يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فان احبه فقد احب الله، فان كلام الله صفه من صفات الله جل في علاه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم، حفظكم ربي. نسمع للآيات وبعد ذلك نتكلم عن بعض تفسير الآيات. سامحونا لو كان الوقت ضيق جدا، كما قلت لكم أنا على سفر وما أريد أن يتوقف هذا الخير، ولعل الله ييسر أيضا غدا إن كنت في المطار أيضا، ممكن يعني على الأقل نشرف إشرافة على الأمر حيث لا يتوقف. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم، نسأل الله أن يلهمنا إياكم الإخلاص في القول والفعل والاعتقاد، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، ويجعلها لوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها أحد ولا يجعل لأحد فيها شيئا. اللهم آمين يا رب العالمين. فلنسمع الآيات ونبدأ إن شاء الله في الكلام على التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ حسبك جزاك الله خيرا. بورك تكلمنا أمس على قول الله جل في علاه: وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، وبينا بأنه ما من أمة إلا وخلا فيها نذير، والمقصود بذلك بلوغ الرسالة وليس الرسول بذاته. يعني لو بلغت الرسالة من دون الرسول، من غير الرسول، فإنه قد أقيمت الحجة، وتكلمنا عن ذلك وأثبتنا الدليل قول الله تعالى: لننذركم به ومن بلغ. ولن وظيفة النبي الأنبياء البلاغ مع البيان، كما نبين في مسألة إقامة الحجة في هذا الباب. يعني هل البلاغ وحده يكون حجة؟ قد قال به بعض علماء الحجاز، ولذلك انفصلوا في مسألة العذر بالجهل في هذا الباب. والحق بأنه لا بد من البلاغ ولا بد من البيان. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الله جل في علاه:
تبيانا لكل شيء. وقال الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. قال: ثم إن علينا بيانه. فلا بد من البيان، وإقامة الحجة منوطة بذلك كما بينا قبل ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا من الكلام على الآية، وقلنا بمسألة التوكل والمتاب عندما ختم بهما الآية على أنه قارن بين الربوبية وبين الإلهية، والتوكل جمع بينهما بحسن الاعتقاد وصرف العبادة لله وحده لا شريك له. فصرف العبادة لله وحده لا شريك له تحقيق الألوهية، وهو المقصود الأسمى من الخلق. وحسن الاعتقاد في الله فعلا هو الربوبية، وهو الوازع، هو المحرك الرئيس إلى توحيد الإلهية، وكذلك التوبة على ما بينا أمس. قال الله تعالى: ولأن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. العلماء يقولون سبب نزول هذه الآية أن مشركي العرب، مشركي قريش، آسف، أن مشركي قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو وسعت لنا أودية مكة بالقرآن وسيرت لنا هذه الجبال فاحترسناها وجعلناها أشجارا وثمارا تينع ثمرتها فنستفيد منها، وحيث لنا من مات منا نكلمه ويكلمنا. كل ذلك كما قلنا كان تعنتا منهم، وأنهم قد قالوا: لو قلبت لنا الصفا ذهبا وسأل ربه حقا في هذا الباب. وهم يطلبون من ذلك المعجزات، قالوا يعني ما من نبي إلا أتى بمعجزة. فبين سلم ما من نبي صح حقيقة وصحيح أنه قد أتى بمعجزة على مثلها آمن الناس، لكنها تنتهي بنهايته، تنتهي بموته، إذا هلك انتهت المعجزة. ولكن كانت المعجزة التي أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة خالصة صالحة يعني لكل زمان ومكان، هي القرآن الكريم، سبحان كلام الله سبحانه جل في علاه، فهو صالح لكل زمان ومكان. وخاب وخسر من قال بأن القرآن أحكامه ما كانت تصح إلا للصحراء فقط، هذا كفر كفرا بينا، وبأنه بهذا يتهم الله جل في علاه. فالله جل في علاه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، وأحكام القرآن إلى يوم الدين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، على الكتاب والسنة. الحق هنا هو الكتاب والسنة، لا غير ذلك بحال من الأحوال. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قولك وبين قول فقيه. لا ولا جحد الصفات، وأنا فيها خشية أو حذاري التشبيه والتمثيل. عفوا، فكانت المعجزة التي الله تعالى منحه إياها هي القرآن الكريم، مع المعجزات الظاهرة أيضا في هذا الباب. وإلا فإن الله تعالى قال له: أقلب لهم الصفا ذهبا، على أنهم لو لم يؤمنوا لا أعذبنهم عذابا لا أعذبوا لأحد من العالمين، أو أفتح لهم باب التوبة والمغفرة، باب التوبة والمغفرة. فقال عليه السلام: بل افتح لهم باب التوبة والمغفرة. قال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. هذا سبب النزول، والمعنى هنا له وجهان. المعنى: ولو أن قرآنا، لو هناك قرآن، وطبعا الله تعالى سمى أيضا الزبور قرآن، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأتينا، قال الله جل في علاه: أتينا داود زبورا، قال: كان يقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كان يقرأ القرآن، فتأتي معه الطير والجبال تؤوب مع داود عليه السلام. فيقول: لو كان قرآنا تسير به الجبال وتنتقل من مكانها، كما قال الله جل في علاه: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللهم اغفر وارحم وتعالى عما تعلم يا رب العالمين. تتصدع الجبال من قوة هذا الكتاب العظيم، أما نحن فلا نحرك ساكنا. وأنا أتكلم عن نفسي، وإلا فأنتم أماثل. قد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة على بيوتات أحد المهاجرين، فسمعه يقرأ، وهو يقرأ يقول: والطور وكتاب مفتوح في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، والبحر المسجور، قال: إن عذاب ربك لواقع. فسقط عمر بن الخطاب ومرض شهرا كاملا، كل يعوده ولا يعرف ما السبب الذي أمرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كانوا يتحرك، كان يسر في دمائهم حقا تحقيق الربوبية والإلهية، وكانوا يعتقدون حسن الاعتقاد في الله جل في علاه في الأسماء والصفات. لذلك توغل الإيمان في قلوبهم وتغلغل في قلوبهم حتى وصلوا إلى الخلة. وجبير بن مطعم بن عدي، عشان تنظر المسألة رقة الطبع في هذا الباب وحلو المذاق في مسألة اللغة. جبير كان كافرا آنذاك، يقول: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحج يقرأ: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، قال: والله كاد قلبي يطير، حالة كوني كافرا.
إلى أن بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إن عذاب ربك لواقع، قال والله كاد قلبي يطير. فهو يقول لو كان هناك قرآن حقا تسير به الجبال لكان هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبي عدنان، كما قال الله تعالى علمك ما لم تكن تعلم، وأنزل الكتاب والحكمة علمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ليتدبروا آياته. ولذلك يقول الله جل في علاه ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو قطعت به الأرض تشققت وانفجرت عيونا وانتلأت ماء، قال لكان بهذا الكتاب. قال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أو كلم به الموتى يعني كأنهم يسمعون كلام الله تعالى فيحييهم، وكلام الله تعالى يحيي القلوب حقا الميتة. فقال بل لله الأمر جميعا. لذلك بعض العلماء يقولون بأن جواب له محذوف في تقدير، وتقدير الكلام هنا في هذا الباب لو أتيناهم بالقرآن وسيرت به الجبال وقطعت به الأرض وتشققت وتصدعت وتفجرت أنهارا وكل ما به أو قامت لهم الموتى فكلمتهم لم يؤمنوا. المعنى أتاهم القرآن الذي تسير به الجبال وسيرت الجبال مكانها وزيلت وقطعت الأرض وتفجرت وكلمهم وخرجوا الموتى وكلموهم، ومع ذلك لن يؤمنوا. هذا هو ظاهر جدا، لأن الله جل في علاه إذا أراد أن يضل عبدا لن تجد له سبيلا. قال الله جل في علاه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، انتهى الأمر. ما أراده الله لابد أن يكون. قال الله جل في علاه إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وأضله الله على علم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم سبحانه جل في علاه. هنا المناسبة قال هو ربكم كما قلنا، فإن هذه من لوازم الربوبية والإضلال والهداية، كما قال الله جل في علاه فيما لم يكن لو كان كيف سيكون، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أعوذ بالله. اللهم أنت تعلم بخضايا أنفسنا وتعلم مما نحن فيه من خصة وتنزل وتسفل، وأنت أرحم الراحمين أكرم الأكرمين أجود الأجودين. اللهم ارفعنا بحق لا إله إلا أنت. اللهم إن كنت قد كتبتنا أشقياء فامحوها واكتبنا عندك من السعداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. لسنا يعني بأورع من عمر بن الخطاب ولا بالمقدمين عليه، هو الذي طاف وبكى وقال اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقية، يعني في صحف الملائكة، اللهم فامحوها واكتبها عندك سعيدة. قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، اللهم اكتبنا من السعداء يا رب العالمين. قال ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلما به الموتى بل لله الأمر جميعا. بل لله الأمر جميعا هذه ترجع أيضا لمسائل الأقدار، بأن الله على بيده كل شيء، كل شيء بيده، كل شيء بأن الله جل في علاه بيده كل شيء، وأن الله على ما أراده يكون ما لم يرده لا يكون سبحانه جل في علاه، وأن الله جل في علاه إن أراد الهداية لعبد لو اجتمع من بأخطره على ضلاله فلن يضل، ومن أراد الله إضلال عبد فلن، ولو اجتمع من بأخطرها لهدايته فلن يهتدي بحال من الأحوال. لكن لابد أن نقول أن هذا الذي ذكرناه له ضابط مهم جدا، أرجوكم أسعدوني بهذا الضابط. أنا قلته مرارا ثلاث أيام يعني متتاليات قلت هذا الضابط المهم جدا، أعيد عليكم مرة ثانية، إذا أراد الله تعالى بعبد هداية لو اجتمع من بأخطرها لضلاله أو لإضلاله لن يفلحوا بذلك قط، وإذا أراد الله هداية عبد وإذا أراد الله جل في علاه إضلال عبد فلن يهديه من بأخطرها. لكن هذا الضابط ما هو الضابط؟ الآيات لا هذه لا مثل ممتازة جهاد بوركت. نعم ممتازة أحمد أولوك فضلت كينا. نعم ممتازة. نعم هو الأصل في ذلك عن علم وحكمة، وهذا العلم والحكمة فيه دلالة واضحة جدا على أن الذي يأخذ بالأسباب هذا هو تحت علم الله وحكمة الله في علاه كان محلا قابلا،
كان محلا قابلا. لذلك هو ماذا قال؟ هو قال تفضلا على أهل الهداية، قال فمنهم من هدى الله، ولا يمكن له بالهداية إلا أن يأخذ بأسباب الهداية. لا يمكن لأحد أن يهتدي إلا أن يأخذ بأسباب الهداية، لأن من سنن الله الكونية أنه أناط الأسباب المسببات بالأسباب. لكن لابد أن يقال بأن الضابط في مسألة الإضلال والهداية عن علم وحكمة. لما؟ لأمرين. الأمر الأول حتى لنا نخرج من كلام أهل البدع من الجبرية أو المعتزلة القدرية، لا جبر ولا استقلال، لا جبر ولا استقلال. المسألة دائرة على الحرية وعلى المشيئة، لكنها تحت مشيئة الله جل في علاه، لكنها تحت مشيئة الله جل في علاه. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال الله جل في علاه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فالإضلال هو محل قابل للضلال، لا يريد الهداية، فلذلك أزاغه الله. قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله جل وعلا فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك ترى بأن أصحاب الخير لابد أن يعلموا أن ابتداء الخير من الله جل وعلا، وانتهاء الخير وإتمامه واستثمانه من الله جل في علاه. قال الله جل في علاه في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا المعنى، بل لله الأمر جميعا، يعني لله أمر الهداية والإضلال لله جميعا. ولذلك أنت ترى قال الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب. كم ممكن الجميع يجتمعون يقولون أبي لهب قل أمنت حتى تكذب محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث ذلك. أعجزهم الله جل في علاه، وما أراده الله لابد أن يكون، ما أراده الله لابد أن يكون. لذلك قال بل لله الأمر جميعا، يعني لو شاء الإيمان، لو أرادوا الإيمان لا يكون الإيمان إلا بالله جل في علاه، لو أرادوا التوبة لا يكون إلا بالله. قال الله جل في علاه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتوبة العبد محفوفة بتوبتين، توبة العبد محفوفة بتوبتين، توبة سابقة وتوبة لاحقة من الله جل في علاه ابتداء وانتهاء. قلنا كل ذلك يرجع إلى حسن التعبد لله باسمين عظيمين جليلين، الأول والآخر، وقد ذكرت ذلك تفصيلا أنا في هذا الباب. لذلك أنت ترى المرء يتوغل في المعصية ويريد التوبة، قلبه يهفو إلى التوبة، لكن هناك إدخال في مسألة الصدق فلا يوفق لها. هناك من إذا 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 وقع في المعصية ألهم التوبة في التوبة اللحظة، وتوفيق الله جل في علاه على العباد. وهذا التوفيق نابع من علم الله بالمحل أن يكون قابلا أو غير قابل، المسألة على المحل، إن كان قابلا منحه الله جل في علاه، وإلا فلا يمكن بحال من الأحوال، لأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه، لأن الله حكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه جل في علاه. صبر. قال الله جل في علاه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أو كلم به الموتى على أساس كما قلنا معجزة أن يحيى به الموتى. والحق بأن زوال الجبال أو تقطيع الأرض كله من الله جل في علاه، وكلام الله جل في علاه يؤثر في كل شيء. رأيت الجن ما في إلا الإنسان. الجن ماذا قال؟ قال الله تعالى وإذ صرفنا عليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قال أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق إلى طريق المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. وفي الآية الأخرى قال سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. وأيضا قال الله جل في علاه وأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أنت ترى الجن ما يستطيعون أن يتحملوا قراءة القرآن. وأيضا في إحياء القلوب، وإحياء القلوب هذه هي أعظم مادة الحياة، هي حياة القلوب. قالوا لأن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى هم عندهم عند وجحود وتكبر وتغطرس وتجبر، لذلك جحدوا بآيات الله جل في علاه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والحديث كان في ضعف كما قلنا بأن المغيرة كان معه أبو جهل وقال له أرأيت والله نعلم أن محمدا صادق. ثم قال له ولم لا تؤمن؟ قال كيف وقد قالت بنو هاشم كنا بنو هاشم في كنا
وبني هاشم كفرسي رهان، فقالوا منا نبي، أن يكون لنا نبي؟ قال ما تفعل، قال عداوته إلى يوم الدين، كما قال الله تعالى عن اليهود يعرفونه كما يعرفون بل فوق ما يعرفون أبنائه. لما قيل حنين بن أخطب هو قال هو قال ما تفعل، قال عداوته إلى يوم الدين، جحود نعوذ بالله من الخذلان. ورجاء قال الله جل في علاه بل لله الأمر جميعا الهداية والإضلال والعطاء والمنع، الأمر كله بيد الله جل في علاه، ومن اعتقد هذا الاعتقاد في ربي جل في علاه لم يخف إلا الله، لم يتلف قلبه إلا لله جل في علاه، لم يتوكل إلا على الله جل في علاه. لو اجتمع بأقطارها لا يهتز، تراه ثابتا راسخا، ويتعجب الأغرار الأغمار من ثبوته، مع أن كل أسباب الهلاك أحاطت به، كل أسباب الهلاك أحاطت به، لكن هو قلبه ثابت راسخ، لكن قلبه ثابت راسخ يعلم بأن محرك الكون أو مسكن الكون هو الله جل في علاه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، انتهى الأمر. قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل، أفيما انقضى ومضى أم الأمر أنف؟ قال بل فيما انقضى ومضى، انتهى الأمر. إذا أراد الله شيئا يعني سير الجميع إلى ذلك. لذلك أن نقول يعني عندما ترى الهجمة الشرسة على السنة، الهجمة الشرسة على الإسلام، اجتماع والتفاف أهل الكفر جميعا يدا واحدا، مع أن قلوبهم شتى كما وصفه الله جل في علاه على الإسلام، فاعلم أن الله تعالى أن هذا ما حدث إلا بقدر الله، وما حدث إلا بإرادة الله جل في علاه، ووراء ذلك حكم أعظم من الجبال لا تعرفها أنت ولا يعرفها غيرك، وقد يبدي لك الله جل وعلا بعض الحكم فقط حتى لا تفتن في دينك، فقط لثبات قلبك على الإيمان. فكل من الله جل في علاه، كل شيء من الله، العجز والكيس حتى الضحك والبكاء كله من الله، وكله مقدر، وما يفعل الله جل في علاه إلا الخير والكمال، فكل فعل الله جل في علاه كمال، وإن كان فيه بعض الشرور، الشرور هذه بالنسبة للمقضي لا للقضاء بحال الأحوال، ليست الشرور في القضاء، القضاء فعل الله، وفعل الله كله كمال سبحانه جل في علاه. ذلك قال بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس وهنا أيضا لفتة إيمانية مهمة جدا في قوله جل في علاه بل لله الأمر جميعا، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول ذلك لكل لأهل مكة عندما تكبروا وتجبروا وطلبوا منه هذه المعجزات، فقال بل لله الأمر جميعا، الأمر لله جميعا، الأمر لله. فهنا كأنه قال أنا سلمت وعليكم من القيادة والاستسلام، أنا سلمت، بل لله الأمر جميعا. هذا أثره الإيماني هو تمام الخضوع والانقياد والتسليم التام لله جل في علاه، وهذه محض العبودية، صدق عبودية العبد تظهر في تمام تسليمه لله جل في علاه، إلا في حالة واحدة لا يسلم. ما هي؟ كدت أسقط بكلمة وحاسب عليها، الحمد لله أن ربط الله لساني عليه، إلا في حالة واحدة لا يسلم. قلت محض العبودية، وصدق العبودية تظهر في محض الخضوع والذل والتسليم والانقياد، تمام التسليم لله جل في علاه، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ ماذا ما أجيب أنا ولا ما أنتظر ولا أتعب لأنني سأنتظر؟ وإياك زيت الجنة زهرة، كان يتعب قريبة جدا يا جهاد، أو قريب جدا يا جهاد، ممتاز. طبعا محض العبودية التسليم التام لله جل وعلا، إلا في قدر هو ما أراد به التسليم، هو نفسه سبحانه جل وعلا ما أراد به التسليم، وهو القدر الذي يراد به دفعه، القدر الذي يراد به دفعه. هناك قضاء من الله جل وعلا، هناك قدر لابد من التسليم له. ذاك طعم الإمام رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هناك قدر من الله جل وعلا يراد به دفعه، الاستسلام له لا يجوز كغريق له من الأسباب التي يأخذ بها حتى ينجو، هذا قدر لابد من دفعه، الغرق قدر من الله لابد من دفعه، وجب دفعه.
قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لذلك لما 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 شارف عمر الخطاب ومن معه على الشام وكان بها طاعون أموات، اللهم ارفع الغمة عن الشام يا رب العالمين، اللهم إنا نتقرب إليك بحب هؤلاء، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل نصر الإسلام على يد أهل الشام، لا سيما مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. اللهم ارفع الغمة عنهم يا رب العالمين، اللهم حرر بلادهم يا أرحم الراحمين. الغرض المقصود بأنه طاعون أموات أو طاعون الذي نزل بأرضهم سمع به عمر الخطاب فاستشار المهاجرين والأنصار، قال عبيدة نذهب نفر من قدر لا نذهب إلى، فكان يميل إلى قوله، ولكن بعد ذلك رأى ارتاء أنه لابد من الفرار ولا يدخل، فقال له أبو عبيدة الجراح أتفر من قدر الله؟ قال لو قالها غيرك نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى هذا قدر لابد من دفعه، لا يجوز التسليم. ولذلك لما كان الاجتهاد صائبا من عمر بن الخطاب جاء عبد الرحمن بن عوف وقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، فإذا هذه دلالة واضحة جدا على مسألة القدر الذي يرد بقدر هذا الذي في التسليم، لكن محض العبودية هو السلام، هذا الأصل الإيماني في قوله لله، بل لله الأمر جميعا، فإذا علمت بأن الأمر كله لله جل في علاه اطمأن قلبك، وعلمت بأنه لا يختار لك إلا الخير، وأن الله جل في علاه سبحانه جل في علاه في قدره له حكم سبحانه جل في علاه، وهو يضع الشيء في موضعه، سبحانه جل في علاه. قال بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. العلماء اختلفوا في هذه الآية فلم ييأس الذين آمنوا على أقوال، ومسألة اليأس واليأس من سنف مسألة اليأس، طبعا هنا المسألة هنا ليس لها علاقة برحمة الله جل في علاه، المسألة اليأس من مسألة ما، المسألة اليأس من أمر ما، لكن يعني مثلا كرجل عنده غباء في الرياضيات فييأس المدرس من نجاح هذا الطالب، هذا ليس فيها ثمة شيء، اليأس المذموم هو اليأس من رحمة الله جل في علاه، ولا ييأس من رحمة الله من روح الله إلا القوم الكافرون. القنوط من رحمة الله جل في علاه هذه كبيرة ليست بعدها كبيرة، ولذلك هذا الجاهل الذي قال له قتلت 99 نفسا وتريد توبة إنك لجريء وقنطه من رحمة الله جل في علاه فقتله، أكمل به أحسن، جاهل قتله جهله، ولذلك الله تعالى قال منكرا ومتعجبا أيضا، قال منكرا ومتعجبا عندما قال سبحانه جل في علاه يعجب ربكم من عباده يقنطون ومع قرب غيره ليس لهم القنوط. وفي قوله حتى إذا استيأس الرسل لا يستيأسون من رحمة الله ولا من أمر الله جل في علاه، بل هم أتباع الرسل في هذا الباب على ما بينا في سورة يوسف. قال أفلم ييأس الذين آمنوا، اختلف فيه العلماء على أقوال، أفلم ييأس هنا ييأس، قال بعض العلماء المعنى هنا أفلم يتبين أو يظهر للذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وهذا القول نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وقد نقله عنه عكرمة مولى ابن عباس، وكان عكرمة يقرأها كأنها قراءة تفسيرية، يقول أفلم يتبين للذين آمنوا، وهو أيضا قول مجاهد، هذه قراءة تفسيرية، أفلم يتبين للذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، والقول الثاني أفلم يعلم. والحق أن هذه كلها ليست مرادفات، كلها تفسير باللازم والأثر، باللازم والأثر. أفلم يعلم، وهذا أيضا نقل عن الحسن وقتادة، بل ونقل عن ابن عباس أيضا، لأنه قيل يقال في لغة القوم يقال ييأس يعلم. قد أسدل من قال بذلك البيت من الشعر أقول لهم بالشعبي إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم، ألم تعلموا يعني،
وبعض العلماء ومنهم أبو العالية الرياحي من خيار التابعين قال أفلم ييأس على ظاهرها، وأنه ييأس المؤمن من هداية رجل منهم، يائسة بعدما كرر الدعوة ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إليه النبي يدعوه، كما قال الله تعالى فلعلك باخ نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فييأس أن يهدي رجلا واحدا من هؤلاء لعتوهم كاليهود. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عنهم؟ قال لو آمن 10 من اليهود لآمن اليهود. يعني في كل عصر النبوة والدعوة لله تعالى ومن التابعين وبعدهم ومن بعدهم ما آمن 10 من اليهود، لو آمن 10 من اليهود يعني عصر النبي صلى الله عليه وسلم لآمن اليهود. وهناك قول رابع أيضا، يعني الله تعالى كأنه يتعجب منهم ويقول فلم يأس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء إنهم لن يؤمنوا، لأن الله قدر عليهم الكفر فلن يؤمنوا بحال من الأحوال. والمسألة في مشيئة الله جل في علاه، والحق بأنها على ظاهرها، والله جل وعلا يبين لهم ذلك تعجبا، يعني ألم تيأسوا بأن هؤلاء لن يؤمنوا لأن الله تعالى قد قدر عليهم ذلك، وقد بين لكم عندما قال بل لله الأمر جميعا، بل صدر الباب بقوله ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. فعلى المؤمنين أن يعلموا بأنه لا إيمان لهؤلاء بحال من الأحوال ولو اجتمع من بأخطرها، لأن الله قد قدر عليهم الكفر كأبي لهب وأبي جهل وعتبة وهؤلاء الذين قد قتلهم الله جل في علاه. قال فلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وهذه أيضا فيها دلالة كما قلنا على أن الهداية والإضلال بيد الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالأصل بأن هداية القلوب التي لا يملكها أحد هي يملكها الله جل وعلا. قد تكون الهداية لكثير من العلماء من طلبة العلم من الدعاء، وهي هداية البيان والدلالة التي هي وظيفة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى أنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني تهدي تبين بالأدلة الدامغة والحجة والرسالة. فهذه الهداية يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، أما هداية القلوب لا يملكها إلا الله. قال الله تعالى إن الله يحول بين المرء وقلبه، وفي الصحيحين عن سلم قال القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمه وقال يا عم، وعمه يعلم بأن الحق معه ومع ذلك لم يؤمن، سبحان ربي العظيم، أبى الله عليه وأبى الله عليه، ولو نظرت ودققت ستحقق القول فلما زاغ وأزاغ الله قلوبهم، وتحقق القول في قول الله تعالى وأضل الله على علم، هو محل غير قابل، فيه غطرسة، فيه كبر. دقق النظر، هو ماذا قال؟ هو قال ولقد علمتم أن نبينا محمد خير أديان البرية دينا إلى آخر ما قال، لكنه ماذا قال؟ قال لا يعلو إستي رأسي، قال لا يعلو إستي رأسي، الكبر منعهم من الانقياد والانصياع للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا مع أصدقاء السوء عندما دخل عليه أبو جهل وعتبة وقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب، فقال أنه على ملة عبد المطلب، سبحان الله. لكن الله أنزل قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى هنا الهداية الثانية هداية القلوب، أو الثالثة هذه هداية القلوب، وهذه لا يملكها أحد إلا الله جل في علاه. هداية القلوب لا يملكها أحد إلا الله جل في علاه. لذلك قال فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، سبحان رب العظيم، حتى يأتي وعد الله. يقول الله جل في علاء ولا يزال الذين كفروا، من هؤلاء؟ هل هذا على العموم أم هذا على الخصوص؟ الحق أنها نزلت، يعني بعض العلماء قالوا أنها نزلت في كفار مكة، قاله مقاتل وغيره قال هذه نزلت في كفار مكة. والحق بأن العبرة بعموم اللفظ كما بينا في القاعدة التفسيرية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولا يزال الذين كفروا، هذا على الاستغراق، قلنا الأسماء الموصولة أسماء مبهمة تدل على العموم، فهذا على الاستغراق، كل الذين كفروا تصيبهم ما قال الله تعالى
بالقوارئ التي والنوازل التي تنزل عليهم حتى يرجعوا الى ربهم جل في علاه فيكون الامتثال للحساب. قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه. فاذا الكفر هنا على العموم كل كافر، كل امه كفرت بالله وجحدت بايات الله جل في علاه وعاندت الرسل وقاتلت الرسل فيصيبهم ما اصاب غيرهم. قال الله جل في علاه: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعه أو تحل قريبا من داره. والقارعة قال العلماء بأنها النازلة الشديدة، والحق أن القارعة هي تتنوع، إما الزلزلة اتجاه في الأرض من تحت أيديهم ترتجف به قلوبهم وتهتز أركانهم، أو بالمطر الشديد، أو بالسهول بالفيضانات. يعني الله جل في علاه يقتل بالريح، أن الله تعالى قد قتل قوما بالريح، أنه قد صدر لهم الرياح في أيام النحسات اقتلعتهم جميعا. فعذاب الله جل في علاه متعدد، وجنود الله تعالى لا يعلمها إلا الله جل في علاه. لذلك قال: الذين كفروا تصيبهم القارعة الزلزلة ترتجف قلوبهم وتهتز أركانهم مما يأتيهم من عذاب الله جل في علاه، كالرعد وأيضا كالبرق وشدة المطر وأيضا كالفيضانات أيضا كالزلازل كالبراكين، كل هذه من جنود الله دل في علاه، تحوط بأهل الكفر انذارا لما سيحدث بعد ذلك يوم القيامة. اللهم نجنا يا رب العالمين. وقيل: هو القارعة عذاب من السماء فقط، القارعة، وهذا قول ابن عباس أنه جعلها حصرا على السماء، والحق أنها على العموم، الحق أنها على العموم. قال: ولا زال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. وهنا شوف الله تعالى يبين لك أن الله عدل سبحانه جل في علاه، وان الله حكيم يضع الشيء في موضعه. قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا. الباء هنا باء السببيه، باء السببيه، كما قال الله جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. فالباء هنا للسببيه، بما صنعوا بالذي صنعوا. وطبعا ما من اسماء المبهمه تدل على العموم، اذا معناه انه تنوع كفرهم وجحودهم وكبرهم. قال: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. بعض ما قال: أو تحل قريبا من دارهم، المقصود بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك تحل أنت يا محمد. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذا قول قتادة بن دعامة السدوسي، وقول مجاهد تلميذ ابن عباس، وعكرمة أيضا مولى ابن عباس قال بذلك. قال: أو تحل قريبا من دارهم، يعني تحل أنت يا محمد قريبا من دارهم، فيكون السبب القوارع وزلات العين، أنهم سيكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويجحدون برسالة الله جل في علاه، فتصيبهم القوارع والزلازل والمحن. وقيل: أو تحل قريبا، يعني تحل القارعة بهم قريبا. يبقى أيضا الكلام هنا على تحل، هل الخطاب للسلف، يعني تحل أنت قريبا من دارهم، كما حدث في الهجرة المدينة، ثم بعد ذلك ظهر المنافقون، وأيضا ما حدث لليهود. أو الكلام عائد على أرض أخرى مذكورة، هو القارعة، أو تحل القارعة قريبا من دارهم، قريبا من دارهم، حتى يأتي وعد الله الظاهر فيها كما قال الحسن وغيره، يعني هذه القوارع وهذه الزلازل والمحن تنزل عليهم حتى يأتي يوم القيامة، حتى يأتي يوم القيامة، يوم موعود، ويكون فيه الحساب، والجميع يحشرون حفاة عراة غرلا إلى الله مسرعين مهرولين، فيقفون بين يدي الله جل في علاه، والكل سيقفون بين يدي الله، الكل ينقلبون، وعلى ما قدموا سيحاسبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعرف، فإنك أنت الأعز الأكرم. الغرض المقصود هنا في هذا الباب في قوله: لا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، هو يوم القيامة. هذا الظاهر. وبعض العلماء يقولون هذا الخطاب خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب لأهل مكة، فيكون وعد الله هنا لأهل مكة، يعني فتح مكة. فقال الله جل في علاه: إن فتحنا لك فتحا مبينا وجعل صلح الحديبية فتحا. ولذلك قال الله جل في علاه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين، إلى آخر الآيات. فيكون هنا المعنى حتى يأتي وعد الله فتح مكة الذي وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنهم بعد الغزوة التي أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا بأهل المدينة الأحزاب،
بعدما ردهم الله بغيظهم لم ينالوا من أمره، فهو مالك الملك ومكون الكون، وهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، له الجبروت وله القوة، وسبحانه جل في علاء، الأمر أمره والكون كونه والعبيد عبيده. قال حتى يأتي وعد الله إن الله حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد، سبحانه جل في علاء. قال سبحانه ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذا فعل أهل الكفر، وهذا صفة الكفار على النبي العدنان، وهذا دعب أهل الكفر الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا ما دام الأمر على ذلك في الاستهزاء بالرسل، كما حدث لنوح عليه السلام عندما مروا عليه سخروا منه ويصنع السفينة، فكان يسخر منه أيضا، وأيضا قد سخروا من موسى عليه السلام، وهذا الذي قاله فرعون، قال أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وقال ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ويسخر من موسى يقول أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وأيضا يسخرون من عيسى عليه السلام، ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له كذاب وساحر وكاهن، وكانوا يسخرون منه ومن كلامه، وكانوا يصفقون ويصفرون على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قراءة القرآن. هذا دعب أهل الكفر الاستهزاء بالرسل، والمسألة لا تقف عند ذلك، فالوكيل ينزل منزلة الأصيل، الوكيل ينزل منزلة الأصيل، فيأتي هؤلاء المنافقون أيضا يستهزئون بالعلماء وبأهل العلم ويرمونهم بأبشع الألفاظ، وأيضا يتعرضون لأعراضهم، فهذه سنة كونية، هذه سنة كونية، والاستهزاء بالأخيار بالأماجد الأفاضل يكون حقدا وحسدا، وأيضا يكون بسوء الطوية وخبث النية في هذا الباب مع الكفر المبين. لذلك قال وقد استهزئ برسل من قبلك، يسلي الله نبيه صلى الله عليه وسلم، يسليه على ذلك بأن هذا الاستهزاء ليس عليك وحدك بل في الأمم السابقة. قال لقد استهزئ برسل من قبلك، كما حدث لموسى وغيره لما رموه بالحجارة في الطائف وأدموه وبكى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال رحم الله موسى، يعني قد نال أكثر من ذلك وصبر، فالله تعالى يسليه. لذلك قال فبهداهم اقتدي، قال لقد استهزئ برسل من قبلك، لا رسول واحد ولا اثنين بل برسل من قبلك، فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. هذا استدراج الله جل في علاه، وهذا طبعا يحتاج إلى تفصيل شرح وتفصيل، لأن الاستدراج ليس الاستدراج لأهل الكفر فقط بل وأهل المعاصي أيضا، ونعوذ بالله أن يستدرجنا ربنا جل في علاه كما قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وهذا نوع مكر، هو مكر بهم كما قال الله جل في علاه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. عامة هذه إن شاء الله تأتي في التفسير، لأن المغرب على وشك الأذان أيضا، فنحاول قدر الإمكان أن نعطي الفوائد المستنبطة. الله أكبر الله أكبر. الفوائد المستنبطة: كتاب الله صالح لكل زمان ومكان، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. الأمر كله بيد الله. طب شو
وجوب الأخذ بالأسباب. طبعا هنا إشكال أنا أريد حله منكم. الإشكال بأنه قال هنا أفلا يأس الذين آمنوا، هل لو يأس الذين آمنوا والذين كفروا لا يدعونهم إلى الله جل وعلا كقولي وذكر إن نفعت الذكرى. هل الذكرى، هل التذكير لا يكون إلا لمن ينتفع بها؟ هذا في تفصيل عليكم أن تجيبوا عنه. حرمة الجلوس في بلاد أهل الكفر. مين قال كده؟ هو في ماليزيا قالوا كده، لكن مين قال هنا؟ هنا شافته منين الصليه دلوقتي؟ هو فلك ما خدش بقى حسابها كده. ممتاز يا باشمهندس نعيم. حرمة المكوث في بلاد أهل الكفر، من وين هذه الفائدة؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، دين محمد صلى الله عليه وسلم. من وين هذه الفائدة؟ هذه أربعة. أنا لا خلاص، ودي بلاد الأزاب الأربعة. حرمة المكوث في بلاد أهل الكفر، من وين هذه الفائدة تؤخذ؟ ممتاز. لا بس الأول تقول يا باشمهندس نعيم تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. إذا قالت تقوا فتنة لا تسبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم. نعم. حسن اليقين في الله، الفائدة الخامسة حسن اليقين في الله. نعم جهاد أيضا أتى بالإجابة. نعم جزاك الله خير. حسن اليقين في الله هي الفائدة الخامسة. لو في سؤال تفضلوا من أجل الصلاة، لو في أي سؤال تفضلوا من أجل الصلاة حتى ننتهي للصلاة. ولدينا كفة السيوم. نعم أم عبد الرحمن بوريكتي جزاك الله خيرا. الله المستعان. نعم صحيح حديمه الخامسة حسن اليقين. نعم هل في سؤال؟ لو في أسئلة تفضلوا. الله يتقبل منا ومنكم صاحب أعمال يا رب، وأشكر لنا ولكم. ما أدري غدا، الأخ بيقول بذلك أنا في ماليزيا اتصل بي الطلبة قالوا أنه غدا العيد، ما أعرف. هذه كلها ما زال خرص وتخمين، عندما يستطلعون الرؤية نعرف. ما أعرف. على مسألة وجوب الأخذ بالأسباب، اللي سمع السؤال يكتبه هنا للأخت عبد الرحمن فضلا منكم. أنا لا أنشغل بمتى، أنشغل هل أقمت ليلة القدر أم لا، لأن فضل ليلة القدر لأنها ليست لأنها فضل أهل أنها ليلة القدر فقط. قال من قام ليلة القدر إيمان وإحسان غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم ما نحيا العشر قد أصابه. هل من يحرز بركن السيارة من الشارع يدخل تحت من ظلم الأرض شبر؟ إذا كان بيضر بالمرة فنعم، وإلا فلا. طيب نستأذن حضراتكم بقى الآن أنه سيقيم الصلاة. جزيتم من الجنة وحبكم في الله. لو غدا العيد تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نحن والله أيامنا كلها عيد ما دمنا مع الكتاب والسنة. الله نسأل الله أن يثبت لنا ولكم هذا الخير محينا أبدا. نسأل الله في عليها أن لا يمكن منا أحد بحال من الأحوال، ونجعل ذلك في موازين الحسنات. إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن نتعاون جميعا على البر والتقوى. وقلنا أن كان في مشروع شرح كتب الستة، مع أنكم أيضا تكتبون تفرغون وتكتبون وتضعون ذلك في النت. أرجو تكون الهمة على ما هي عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إني أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.